أهلا بكم. المؤتمر المنقسم على نفسه بين صنعاء والرياض وأبو ظبي وحتى القاهرة يعاني من تنازع إرادات بين قياداته، وهو ما يجعل من إعادة لملمة ما تبقى منه مسألة صعبة في ظل الأوضاع القائمة. ليس هذا فحسب، فمنذ لحظة هزيمته ومقتل رئيسه وأمينه العام على يد حلفائهم ميليشيا الحوثي، دخل المؤتمر في لعبة لا تقل خطورة عن سابقتها، محاولا العمل على هامش لعبة السياسات الإقليمية ومعولا عليها في محاولة استعادة الروح والسلطة معا. إلا أن البعض يرى أن محاولة كهذه سترتد هزيمة ثانية عليه أسوأ من سابقتها في حال ذهابها بعيدا. يمتلك المؤتمر قاعدة شعبية واسعة في الداخل، لكنها تبدو الآن وقد اندمجت كليا في كتلة جماعة الحوثي، عطفا على تأكيد انحياز مؤتمر صنعاء للحوثيين وتأكيد تحالفه معهم، فيما تستمر قيادات الخارج بالبحث عن فرصة تؤكد فيها أنها الوريث الشرعي للمؤتمر، إلا أن ذلك سرعان ما يصطدم بحسابات القوى الإقليمية الداعمة والراغبة بأخذ الحق الحصري في رعاية هذا الحزب واستخدامه. إلى أين وصلت جهود إعادة ترتيب المؤتمر؟ وما دلالات تعثرها بشكل دائم منذ أكثر من عامين؟ وما هي الخطة المتاحة لإعادة المؤتمر إلى المشهد السياسي؟ للنقاش سيكون معنا من الرياض الصحفي رماح الجبري ومن عدن الناشط السياسي خالد اللبود. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك، وأبدأ معك سيد الجبري. إذن منذ نحو عامين تتوالى الجهود الرامية لإعادة ترتيب وضع المؤتمر، لكن حتى اللحظة لم يتحقق شيء، ما الذي يعرقل هذه الجهود؟ شكرا جزيلا. فعلا المؤتمر منذ استشهاد أو اغتيال الرئيس صالح من قبل الميليشيا الحوثية عاش فترة عصيبة ومر بأزمات، ولا يزال يمر بأزمات يتمنى الجميع أن يتم تجاوزها، وآخرها كان اجتماعات متتالية حدثت في لقيادات المؤتمر الشعبي العام، كان آخرها اجتماع جدة قبل حوالي 3 أيام. عدد من القيادات المؤتمرية حضرت لهذا الاجتماع وأصدرت بيان أيضا. هذه القيادات جميعها من القيادات الكبيرة في المؤتمر الشعبي العام بما فيهم رئيس مجلس النواب والأمين العام مساعد سلطان البركاني وأحمد عبيد بن دغر، وهؤلاء أمناء عموم، بل أحمد عبيد بن دغر نائب أول رئيس المؤتمر في صنعاء، وليس فقط في تغييرات ما بعد الخروج من صنعاء. هذه القيادات الكبيرة أيضا كان لها دور أو تعمل اليوم على إعادة المؤتمر الشعبي العام لوضعه الطبيعي، على تفعيل دور المؤتمر الشعبي العام. خلال الاجتماع الذي تم في جدة كان هناك شكلت لجنتين خلال هذا الاجتماع، اجتماع اللجنة تعمل على اللقاءات أو ستعمل على إجراء لقاءات مع عدد من الأطراف لتوحيد صف المؤتمر، ولجنة أخرى تعد رؤية لمستقبل المؤتمر الشعبي العام خلال هذه الفترة، وعلاقة المؤتمر الشعبي العام مع الأحزاب ومع الشرعية وموقف المؤتمر الشعبي العام بشكل عام. المؤتمر الشعبي العام الذي نتحدث عنه هو صاحب القرار أو هو المؤيد للحكومة الشرعية بمختلف أطرافه. المؤتمر الشعبي العام لا ينبغي خلال هذه الفترة، أو أنا أرى أنه لم يعد 4 أطراف كما تحدثت أو كما تحدثت في المقدمة، بل طرفين. هناك مؤتمر مسلوب الإرادة، قيادات وأعضاء لجنة دائمة وأمناء عموم مسلوبية الإرادة تحت سلطة الميليشيا الحوثية، وهناك أمناء عموم وأعضاء لجنة عامة وكتلة برلمانية للمؤتمر الشعبي العام تتواجد خارج سيطرة مناطق الميليشيا الحوثية، بعضهم يتواجد في عدن طيب. وبعضهم يتواجد في القاهرة والرياض. هؤلاء متوافقون نعم. وهناك توافق شبه تام على كل التفاصيل، لذلك يمكن أن نتحدث عن المؤتمر بشقين. طيب سنعود إلى هذه النقاط جميعا، سيطرة الميليشيا الحوثية سنعود نعم. إلى هذه النقاط فيما يتعلق بتفرعات المؤتمر الآن 4-2، هو متشتت على الأقل. طيب أسألك ذات سؤال المشترك سيد اللبود. إذن بعد يعني منذ نحو عامين متتاليين تتوالى الجهود الرامية لإعادة ترتيب وضع المؤتمر، لكن حتى اللحظة لم يتحقق شيء، من وجهة نظرك ما الذي يعرقل هذه الجهود؟
سيد العبود هل تسمعني؟ سيد العبود؟ أولا أشكركم على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا. هل كان السؤال واضحا بالنسبة إليك؟ نعم أنا أسمعك، أنت هل تسمعني؟ نعم، كنت سألتك سيد العبود حول أنه منذ نحو عامين تتولى الجهود الرامية لإعادة ترتيب وضع حزب المؤتمر، لكن حتى اللحظة لم يتحقق شيء، ما الذي يعرقل نعم هذه الجهود؟ نعم لم نستمع إلى جزء كبير من المقدمة التي استهليتم بها اللقاء. تفضل. تفضل سيد العبود. بالنسبة لسؤالك أعتقد أنه الموضوع بدأ من قبل، يعني في مفاوضات الكويت قبلت الشرعية لأول مرة أن يكون التفاوض بين طرفين، الطرف الأول أعتقد أنه في مشكلة في الاتصال ربما. أنا أسمعك بشكل واضح لكن يبدو أن هناك تأخير في الصوت، سنحاول تجاوز هذه الإشكالية بإعادة الاتصال. إلى حين ذلك أعود إليك سيد الجبري، أنت تتحدث عن فرعين للمؤتمر الآن لكن الشواهد يعني تشي بغير ذلك. في نهاية المطاف أليس هناك تراشق حدث ما بين الدكتور أبو بكر القربي وكذلك سلطان البركاني عبر تويتر؟ أبو بكر القربي يمثل أيضا تيارا، هناك أيضا تيار أحمد علي عبد الله صالح الموجود في أبو ظبي، أين ذهب هؤلاء في حسبتك تلك؟ هؤلاء فعلا قيادات وأعضاء فاعلة، وفعالية بعضهم قد تكون تتحدث عن تركة. يعني عندما نتحدث عن المؤتمر الشعبي العام، المؤتمر الشعبي العام صحيح تعرض لضربات موجعة. أولا المؤتمر الشعبي العام حزب يعني بقي او عاش او حكم بالسلطه لاكثر من 30 عام او لما يقارب 30 عام من خلال وجود علي عبد الله صالح. ضربات كثيره تلقاها المؤتمر بدءا من 2011 والاستقالات التي حصلت. الضربه الاخرى بعد ان تولى الرئيس عبد الرب منصور هادي رئاسه الجمهوريه وتحالف او التحالف الذي حصل بين علي عبد الله صالح وبين الميليشيا الحوثيه، هذا ايضا ضربه موجعه للمؤتمر. كثير من قيادات المؤتمر الشعبي العام رفضت هذا التحالف. الضربه الثالثه التي هي تمت باغتيال او بمقتل الرئيس علي عبد الله صالح، ولذلك المؤتمر الشعبي العام تلقى هذه الضربات الموجعه وهو يحاول ان اليوم يقاوم ويلملم الجراح التي تلقاها. لكن هؤلاء مثلا عندما تحدث عن تيار احمد علي عبد الله صالح او تيار ممن تسمونهم ابو ظبي، هم متوافقون او شبه راضيين، وكوننا نتحدث عن عدو واحد والمعركه الوطنيه تستدعي او الوضع يستدعي ان نكون صفا واحدا لمواجهه الميليشيا الحوثيه. هذا واقع واصبح الجميع على قناعه، سواء طارق صالح، سواء البركاني، سواء بن دغر، سواء الرئيس هادي، جميعهم يقولون ان لدينا معركه ووضع الحزب لن يستقر ما لم يتم تحرير العاصمه صنعاء والمناطق الخاضعه لسيطره الميليشيا الحوثيه. ثانيا المؤتمر الشعبي العام فعلا مر بحاله هي ليست استثنائيه خاصه به، ربما الأحزاب الأخرى مثلا التجمع اليمني للإصلاح آخر مؤتمر عقده كان في 2007، لذلك المرحلة الاستثنائية لتسوية وضع الأحزاب وإنما قد تكون هناك قيادة. المسألة مسألة قيادة، لكن القواعد والوضع الاستثنائي الذي تمر به البلد يطال جميع الأحزاب بما فيها الأحزاب الأخرى غير المؤتمر، والمؤتمر أيضا يعيش هذا الوضع نفسه. ولذلك العملية السياسية أو استئناف العمل الأحزاب السياسية وجودها بصورة مثالية يتطلب أولا العمل على تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية والعودة للوضع الطبيعي وتعود المؤسسات الدستورية والانتخابات وغيرها من العمليات الديمقراطية
التي تمارس. هذا سيعطي المؤتمر أو سيعطي كل الأحزاب صورة مثالية عن وجودها وتمثيلها ومكوناتها. لكن فعلا ما تحدثت عنه أن القيادات التي في الإمارات هي ضد الحوثي والجميع ضد الحوثي. هناك توافق. سنعود إلى هذه النقاط، من هو مع الحوثي ومن هو ضد الحوثي، عن اجتماع جدا من قبل هذه القيادات. طيب، لكن دعني أعود قبل ذلك إلى ضيفي الآخر السيد خالد اللبود الذي يعود إلينا من عدن. أرحب بك مجددا سيد خالد. سألتك ذات السؤال المشترك، منذ نحو عامين تتوالى الجهود الرامية لإعادة ترتيب وضع المؤتمر، لكن إلى الآن لم يتحقق شيء كما يبدو. من وجهة نظرك ما الذي يعرقل هذه الجهود؟ ربما نكون مختلفين نوعا ما في تقدير هذا الوضع. فما نراه احنا ليس إعادة تجميع المؤتمر فقط، ولكن تسليم جزء كبير من السلطة إلى المؤتمر الشعبي العام. ربما الخبرة التي اكتسبها أعضاء المؤتمر الشعبي العام في فترة سيطرتهم على الحكم لأكثر من 30 عام أعطتهم ميزة خاصة عن بقية القوى السياسية اللي موجودة اليوم. وجودهم كعمق دولة في الفترة الماضية مكنهم من السيطرة على كثير من مفاصل الدولة حينها، ومكنهم من اكتساب الخبرات الكافية التي ظهرت كميزة خاصة لهم في الفترة الحالية. بدأت أو كانت من أهم الخطوات لتسليم لإعادة المؤتمر كقوة فاعلة، قوة رئيسية، قوة مسيطرة على الحكم، كانت بإعادة انتخاب سلطان البركاني رئيسا لمجلس النواب. طبعا إلى ما قبل هذا كان مجلس النواب تقريبا موقف عن العمل، تقريبا معلق. إعادته إلى العمل، إعادته إلى التفعيل، إعادته إلى القيام بدوره التشريعي وتسليم رئاسته إلى الأخ سلطان البركاني كانت فيها إضفاء شيء من الشرعية على هذا المؤتمر، على مجلس النواب أولا، وثانيا تسليم جزء من شرعية هادي إلى سلطان البركاني أو إلى مجلس النواب وعبره إلى سلطان البركاني، ثم تشكيل التحالف السياسي للأحزاب والذي تم تسليمه أيضا إلى رشاد العليمي وأيضا يمثل مؤتمر الشعبي العام. وبهذا أصبح هناك منافس للشرعية الأساسية، شرعية الرئيس هادي، أصبح هناك منافس من ناحية الشرعية الشعبية هو سلطان البركاني، ومن ناحية الشرعية التوافقية السياسية هو رشاد العليمي. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تم تسليم جزء كبير من مؤسسة الدولة، من الحكومة، من إلى من يمثلون المؤتمر الشعبي العام على مراحل متتالية. فعلى سبيل المثال البنك المركزي تم تسليمه أولا لزمام والآن إلى حافظ معياد، والاثنين يمثلون نفس الاتجاه. السؤال هو هل هناك محاولة فعلا لإعادة تسليم السلطة إلى المؤتمر الشعبي العام، ومن صاحب هذه الفكرة؟ طيب، هل أنت توصف الآن سيد لبود، هل أنت توصف الآن المشهد أم أنت تنتقد هذا المشهد وترى فيه أن هذا الأمر خاطئ، يعني ما يحدث هو خطأ يجب التراجع عنه؟ هذا الأمر مع الأسف قد يكون بالنسبة لنا خطأ، ولكن بالنسبة لمن هم يسعون إليه لديهم تبريراتهم. فخلال الفترة الأربع سنوات الماضية فشلت الشرعية في أن توجد لنفسها حتى أفراد يقوموا بإدارة المؤسسات وبإدارة مرافق الدولة، واستعانت في كل فترة كانت تواجه فيها عراقيل كانت تستعين بأفراد من المؤتمر الشعبي العام. المخاوف الحقيقية هي أن تكون دول الجوار وبالذات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تشعر بالأمان أكثر في وجود المؤتمر الشعبي العام بحكم علاقتها السابقة معه خلال فترة حكم 30 العام الماضية، وهذا الأمر سيدفعها للحفاظ على دور المؤتمر الشعبي العام، بل وربما لسحب السلطة جزئيا من السلطة الشرعية الحالية وتسليمها بالتدريج إلى المؤتمر الشعبي العام. تفضل بالبقاء معي سيد لبود. هل يعني سأنقل ما تفضلت به إلى السيد الجبري، هل تتفق مع توصيف المشهد بداية قبل أن ننتقل إلى محاسن هذا الأمر من مساوئه؟ لما استمع يعني هل ترى أنه خلال الفترة الماضية تم تسليم الكثير من سلطة
الرئيس هادي إلى عناصر المؤتمر؟ ما غير منطقي هذا الحديث. الرئيس عبد الرب منصور هادي هو النائب الأول أو لرئيس المؤتمر الشعبي العام، وهو لا يزال متمسك بالمؤتمر الشعبي العام، ولا يزال غالبية من يديرون الدولة معه هم من قيادات المؤتمر الشعبي العام. السيد الجبري هو يعني قبل ذلك، قبل أن نخوض في ذلك، هو نائب لمن؟ نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام في ومن هو؟ على في إطار التكوين نائب لرئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح. يعني لرئيس غير موجود الآن قبل نعم يعني لرئيس غير موجود الآن، يعني لا نعتبر أن تحركات ما يحدث في صنعاء صحيحة أو يمكن الاعتراف بها؟ لا يمكن الاعتراف بأي إجراءات اتخذت في صنعاء، ومن غير المنطقي أن يتم الاعتراف بهذه التعيينات أو هذه القيادة وهي مسلوبة الإرادة والقرار، وقرارها ليس بيدها، وهي خاضعة للإقامة الجبرية، وربما هي رهائن وتمارس عليها الضغوط للوصول إلى مواقف سياسية، وما حدث كان مسرحية هزلية لا يمكن أن يقبل بها المؤتمر الشعبي العام. ثانيا، ترشيح أو تصعيد قيادات للمؤتمر الشعبي العام لا يتم بالطرق أو باجتماع بسيط يتم من خلال يوم، بل بحضور أو في مؤتمر عام للحزب يحضر فيه كافة أعضاء اللجنة الدائمة الذين يصلون لأكثر. هل تشير أنت إلى تعيين أحمد علي كنائب لرئيس المؤتمر؟ نعم، هذه القرارات لا تعتبر معترف بها من قبل كافة المكونات داخل المؤتمر الشعبي العام، وما حدث كان هناك بيان واضح وصريح للقيادات المؤتمر الشعبي العام المؤيدة للشرعية أن هذه التعيينات غير مقبولة. ثانيا، لم يقبلها أيضا حتى أحمد علي نفسه، لم يقبل بهذه التعيينات ولم يصدر بيان يؤيدها، وإنما التزم الصمت. لكنه أيضا لم يصدر أيضا بيان يرفضها. طيب، فيما يتعلق بنقطة توصيف المشهد الآن، يعني أنت لا ترى مشكلة في مسألة تعيين أو تمرير سلطة أكبر، تفويض سلطة أكبر لعناصر مؤتمرية سابقة، ولا ترى في ذلك سحبا لسلطة الرئيس هادي كما فهمت منك؟ فعلا هذا صحيح، ليس سحبا لسلطة الرئيس هادي، والرئيس هادي هو الجزء الفاعل من المؤتمر، وهو لا يمكن للمؤتمر أن يخطو أو أن ينتخب قيادة جديدة بدون رضا الرئيس عبد الرب منصور هادي، بل هناك من يطرح أن الرئيس عبد الرب منصور هادي سيكون هو رئيس المؤتمر الشعبي العام. لكن النقطة الأخيرة التي ربما ذكرها الضيف من عدن هي فعلا أن هناك ارتياح من قبل التحالف لدور المؤتمر الشعبي العام، كونهم لديهم تخوفات كبيرة من بعض الأحزاب السياسية أو من الحركات الإسلامية، ويريدون أن يكون المؤتمر بديلا ومتواجدا بقوة على السياحة السياسية، ويدعمون أي تواجد وأي قوة للمؤتمر الشعبي العام. بالعودة إليك سيد اللبوت، يعني ليست هناك مشكلة ما دام أن الرئيس عبد الرب منصور هادي هو نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام. أيضا يعني إذا كانت مسألة أن الأحزاب السياسية الأخرى غير قادرة على تأهيل رجال دولة إن صح التعبير، سواء خلال فترة ما بعد ثورة 2011 أو خلال أعوام عاصفة الحزم، فهذه المشكلة بهم وليست في المؤتمر وعناصر ورجال الدولة الذين في المؤتمر. أولا، بالنسبة للشق الأول من سؤالك في هل توجد مشكلة أو لا، أولا المؤتمر هو مؤتمر واحد وليس مؤتمر مجزأ كما نحاول أن نقنع أنفسنا بذلك أنه حزبين أو ثلاثة أو أربعة، كل هذا مش صحيح. والدليل على هذا أنه عندما تم الاجتماع في صنعاء وتم تعيين أحمد علي وتعيين ابن الزوكا وتعيين، كانت هناك تهاني من كل المكونات الأخرى التي نعتبرها نحن أنها الطرف منشقة عن المؤتمر، بينما كلها قامت بتهنئات هؤلاء على الثقة التي حصلوا عليها، ونتذكر تهنئات طارق عفاش مثلا وغيره. فالرهان على أن المؤتمر قد تجزأ ربما لا يكون منطقي. بالنسبة لمدى
لما اذا كان هذا غير ضار بسبب انه وجود الرئيس، وان الرئيس هو نائب رئيس المؤتمر، فرئيس الجمهوريه بمجرد صعوده الى كرسي الرئاسه من المفروض ان يتخلى عن صفته السياسيه في حزب المؤتمر او في غيره، وان يصبح رئيس الجمهوريه اليمني وليس رئيس المؤتمر الشعبي العام او نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام. لكن ما تقوله ليس شرطا دستوريا. تخليه او تنازله هو ها؟ هل ما تقوله شرط دستوري ليس شرطا دستوريا؟ عفوا. ربما لا ليس شرطا دستوريا، ولكنه من المفترض ان يكون الولاء السياسي يتجاوز الولاء الحزبي، خاصة بالنسبة لرئيس الجمهورية، إلى الولاء العام، الولاء لكل مواطن وليس لحزب معين. ثانيا، أن هذه التخوفات أو هذه المخاوف قائمة من أنه يتم إعادة إنتاج النظام السابق بشكل أسوأ مما كان عليه في السابق، إذا كان المؤتمر الشعبي العام السابق كان هو الحزب الحاكم، ولكن كانت توجد أحزاب أخرى موجودة معه بدرجة أو بأخرى، ولكن إعادته بشكل منفرد سيكون عبارة عن إنتاج حزب شمولي إلى حد ما، إضافة إلى أنه سيتعامل ربما مع بعض الأحزاب أو مع بعض المكونات من ناحية موقفها من ثورة 2011 وموقفها منه. بالنسبة للشطر الثاني، يعني فيما يتعلق لماذا هناك مشكلة في أن يكون رجال المؤتمر هم الآن الفاعلين في الدولة، ما دام أن الأحزاب الأخرى لم تصعد أو لم تؤهل رجال دولة قادرين على تحمل المسؤولية في وقت حساس وغير قادرين على إقناع الخارج؟ مع الأسف أن الأحزاب الأخرى تنظر إلى السلطة الحالية من منظور المغنم، فحتى إذا قامت بتقديم ترشيحها للتعيينات، مع تحفظنا على بين قوسين على موضوع ترشيح للتعيينات، لأنه أغلب الذي يتم تعيينهم من السلطة الحاكمة نفسها وبانتقاء فردي وليس بترشيح حزبي، فالذي يتم تعيينهم بسبب علاقات شخصية وليس لأن الأحزاب تدفع بهم. الأحزاب عندما تدفع بأفراد فالناس سوف تحاول الدفع بالأفضل مما لديها، أما عندما تقوم السلطة الحاكمة نفسها بانتقاء أفراد يمثلوا هذه الأحزاب فإنها سوف تتعامل معهم من ناحية الولاء لها وليس الولاء لا للحزب ولا للكفاءة الشخصية لها وللأفراد. فيعني عندما نلاحظ الأفراد الموجودين في السلطة من الأحزاب الأخرى ندرك تماما بأن هنالك في نفس الأحزاب من هم أكثر كفاءة منهم، ولكن وصولهم إلى السلطة لم يكن عبر الأحزاب ولا بسبب الكفاءة، ولكن بسبب علاقات، ربما علاقات شخصية، ربما نوع من التقارب، نوع من الولاء للسلطة الحاكمة نفسها. فهنا يصبح المسؤولية ليست مسؤولية الأحزاب فقط، بل مسؤولية حتى السلطة نفسها، السلطة التي تحاول تبرئتها في سؤالك. يعني نتحدث عن الرئيس عبد الرب منصور هادي لنكون واضحين، يعني أيوة السلطة. طيب بوضع الاعتبار لما تفضلت به اليوم السلطة الشرعية، نعم بوضع الاعتبار لما تفضلت به، أسأل السيد الجبري، يعني خلال الأيام الأخيرة رأينا عدد من قيادات المؤتمر تعيد التأكيد على أهمية الالتزام بما أسموه وصايا صالح، حتى أن لقاء جدة أشار في السعودية، يعني لم يقل شيئا بقدر ما أكد على ضرورة الالتزام بهذه الوصايا. ما هي هذه الوصايا؟ لماذا هي مهمة جدا لهذا الحزب؟ وهي يعني ربما الحديث عنها قد يكون حساسا في ظل احتياج البلاد لتحالف سياسي عام في نهاية المطاف. التأكيد على أهمية الوصايا هي رسالة، يعني قد تكون مبطنة أو واضحة للطرف الذي يمكن أن نتحدث عنه المتواجد في الإمارات أحمد علي وطارق، رغم أن هناك شبه تباين أو تفاعل كبير من قبل طارق صالح مع القيادات المؤتمر الشعبي العام، وهي رسالة على أنه هم مثلا الطرف الذي يتواجد مثلا في الساحل الغربي كطارق صالح يقول أن مبدأنا وأساسنا هو وصايا الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وتأكيدها وتضمين هذه الوصايا في بيان جدة تأكيد على أن هناك توافق وعلى أننا في خط واحد ونمضي في معركة واحدة، ويجب أن نتوحد إن لم يكن هناك توافق غير معلن من قبل هذه الأطراف. الوصايا كانت واضحة على عبد الله صالح، دفع
حياته ثمنا لهذه الوصايا. بعد أن شد عليه الخناق وضايقته الميليشيا الحوثية خرج للعلن وطفح الكيل وكفر عن خطأه الذي ارتكبه خلال الفترة الماضية من التحالف مع الميليشيا الحوثية، ودعا كل المؤتمرين للانتفاضة ضد الميليشيا الحوثية. الوصايا طبعا، هل أجد من بين هذه الوصايا الاعتراف بالشرعية؟ دعني فقط أكمل. استنبطت من خلال خطابه كان أهمها التمسك بالجمهورية والشرعية للبرلمان وغيرها من والمواجهة الميليشيا الحوثية والحفاظ على المبادئ الديمقراطية والجمهورية. هذه وصايا متفق عليها ولا خلاف. هل أجد من بين هذه الوصايا الاعتراف في شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي الاصطفاف وراء هذا المشروع؟ لأنه لحد الآن لم يظهر من خلال يعني بيانات سواء أحمد علي أو حتى تصريحات طارق صالح ما يؤكد اعترافه بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي تقول صحيح. إنه نائب رئيس المؤتمر في نهاية المطاف. نعم، علي عبد الله صالح في آخر خطابه الذي تحدث فيه عن الانتفاضة الشعبية ذكر أن وحدد أيضا في ضمن هذه الوصايا مفهوم الشرعية بالنسبة له، وتحدث أن الشرعية للبرلمان. أيضا اليوم أصبح للشرعية برلمان، وأصبح هناك وأصبحت قيادات المؤتمر الشعبي العام وكونهم متواجدين بأكثر من 200 عضو في البرلمان أو لهم الأغلبية الكبيرة في البرلمان المؤيد بالشرعية. أصبحت الشرعية مثلا نتحدث عن الشرعية في البرلمان، والبرلمان هو الموالي للشرعية والموالي أيضا للرئيس عبد ربه منصور هادي. ربما خلال فترة خطابه تحدث عن برلمان خاضع لسيطرة الميليشيا الحوثية، لكن الكثير من الأعضاء من النواب وأصبح ومجلس النواب عقد جلسته الأولى في سيئون وانتخب قيادة جديدة، وأصبح هناك تأييد لهذا البرلمان حتى من طارق صالح نفسه. يوم أن أعلن البرلمان أكد قال أن أو من خلال صفحته في فيسبوك ذكر أن الشرعية للبرلمان وأننا نعلن تأييدنا لهذا البرلمان وهذا الاجتماع، وهنا والبرلمان سيكون نقطة التقاء في خلاف في الخلاف على مسمى الاعتراف بالشرعية من قبل طارق صالح أو أحمد علي عبد الله صالح. ما رأيك سيد خالد؟ الرهان على كتلة المؤتمر في البرلمان ربما يكون رهان غير مضمون. فنعلم جيدا أولا أن الحديث عن أن المؤتمر أن البرلمان في جهة ما قد يكون شرعي وفي جهة أخرى غير شرعي، هذا كلام غير منطقي. فالبرلمان عبارة عن مكون واحد، أعضاءه شرعيين سواء تواجدوا في السلطة الشرعية أو لم يتواجدوا فيها، لا زالوا هم أعضاء مجلس النواب. ما حدث في الفترة الماضية عندما دعي مجلس النواب لعقد جلسة في سيئون، تم باختصار هذه الجلسة بقدر الإمكان، لم يترك لها مجال للإطالة خوفا حسب ما توقعه طبعا، خوفا من أن تخرج الجلسات عن السيطرة، أن تخرج عما كان مخطط لها. كأنه كان المطلوب فقط إعادة مجلس النواب للالتقاء لإعلان أنه لا زال هناك سلطة شرعية لمجلس النواب وأنه لا زال موجود، وإعلان وتشكيل لجنة رئاسية وتعيين الأخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب، هذا فقط. بينما ممارسة دوره دور مجلس النواب كرقابي، كجهة رقابية على الحكومة، كجهة يمكن أن تقيم حتى موقف التحالف، يمكن أن تقيم موقف السلطة من التحالف، هذا الأمر كله غير موجود. ومنذ تلك الفترة إلى اليوم لم يعقد أي جلسة أخرى، بل إن هنالك معوقات لعقد هذه الجلسة. ونتذكر أيضا أنه أثناء عقد جلسة مجلس النواب في سيئون كنا نسمع عن طائرات بدون طيار تهاجم و ثم نسمع الإخوة في حركة أنصار الله بغض النظر عن موقفنا منهم الآن، إلا أنهم كانوا في تلك الفترة يصروا على أنهم لم يطلقوا أي طائرة في ذلك الاتجاه، وهذا يضع علامة سؤال على من الذي كان يسعى إلى عدم استمرار جلسة مجلس النواب. أما بالنسبة لماذا وصل المؤتمر الشعبي العام إلى هذه المرحلة، لماذا ليس المؤتمر بالكامل في صف الشرعية؟ سبب يمكن من أحد الأسباب أنه قبلت الشرعية في مثلا في مفاوضات الكويت أن تكون المفاوضات بين الشرعية من طرف والطرف الآخر
الحوثيين الانقلاب ويمثله الحوثيين والمؤتمر. وكان هذا التصنيف يظهر أمام العالم أن المؤتمر مصنف إلى جهة الانقلاب وليس إلى جهة الشرعية، فأصبح التوصيف الرسمي للمؤتمر هو في صف الانقلاب وليس في صف الشرعية، بينما كان من المفترض أن تتعامل الشرعية بأنها تمثل شرعية الجمهورية اليمنية، وأن كل الأحزاب بما فيها المؤتمر الشعبي العام هو جزء من الشرعية، وأن المنضمين في طرف الانقلاب هم أفراد سواء كانت انتماءاتهم السياسية للمؤتمر الشعبي العام أو لأي حزب آخر، يظلوا مجرد أفراد ولا يقبلوا بتوصيف أن المؤتمر الشعبي العام هو في ذلك الجانب. هذا الأمر أدى إلى أن يظهر نشاط المؤتمر الشعبي العام في الطرف الآخر وكأنه هو الحزب، وأن الذين موجودين في الأطراف الأخرى ليسوا إلا متمردين، باعتبار أن المؤتمر الشعبي العام عندما يصنف في الأوراق وفي الوثائق الدولية أنه جزء من الانقلاب وليس جزء من الشرعية. هذا الأمر يعني هذا ما قصدته، هذا أنت ما قصدته عندما قلت الدولة المتوقعة، هل هذا ما قصدته أنت عندما قلت أن ليس هناك مؤتمر شعبي، يعني عدة مؤتمرات شعبية، بل هناك مؤتمر شعبي عام واحد؟ لأنه هناك أنت تتحدث عن يعني تأييد ومباركة للتعيينات التي حدثت في المؤتمر الشعبي العام على مستوى الصف الأول، لكن في المقابل اجتماعات الرياض اجتماعات جدة الأخيرة تمت مهاجمتها من قبل ما يمكن الاصطلاح عليه في هذه الحلقة بمؤتمر صنعاء. مؤتمر صنعاء الذي لنا موقف منه بسبب وقوفه إلى جانب الانقلاب، إلا أنه أمام الشرعية الدولية، أمام المجتمع الدولي، أمام العالم يمثل المؤتمر الشعبي العام. هو المؤتمر الوحيد الذي عقد جلسة رسمية، هو المؤتمر الوحيد الذي عاد انتخاب قياداته وعاد تشكيل نفسه مرة ثانية، بغض النظر عن موقفنا على من هذا كله. في أنا قلت لك سابقا أنه الشرعية صنفته من قبل بأنه الانقلاب طرفين، الحوثيين والمؤتمر، فأصبح طرف المؤتمر هناك وليس هنا. مؤتمر جدة وقبله مؤتمر الرياض مؤتمر القاهرة، كلها كانت تسعى إلى إعادة تجميع المؤتمر الشعبي العام في كيان واحد، ولكنها بسبب الخلافات في داخل المؤتمر نفسه لم يتمكنوا من ذلك. وربما قد أكون مخطئ في هذا، ولكن ربما كان هناك خلاف حتى بين السيد الرئيس وبين الأخ الدكتور أحمد عبيد بن دغر في نفس هذا الموضوع، في موضوع قيادة المؤتمر الشعبي العام ودور المؤتمر الشعبي العام الحالي أو المستقبلي. هناك علامات سؤال كثيرة حول المؤتمر الشعبي العام. طيب فيما يتعلق بهذه النقاط، من هي الجهات التي طيب فيما يتعلق بهذه النقاط، وأتوجه بالسؤال إلى السيدة جبري. الآن كان هناك يعني محاولات من قبل حتى جهات دولية، نتحدث عن جهات أوروبية، لتنظيم لقاء لقيادات المؤتمر في قبرص. إذا كنت تقول أن هناك فقط مؤتمر خارج يعني إطار الانقلاب، وهو المؤتمر الذي تقول أنت سيد الجبري أنه الشرعي وهو الأساس، ومؤتمر في صنعاء تحت مظلة الانقلاب، إذا لماذا إلى الآن لم يعني ليس هناك توافق حول حضور مؤتمر أو حول حضور اجتماعات قبرص بالنسبة لقيادات المؤتمر برعاية أوروبية؟ أولا أود التعليق أنه الأخ خالد يتحدث عن المؤتمر المعترف بدوليا على أنه مؤتمر صنعاء، لم يعترف به أحد وليس هناك أي اعتراف رسمي بعد قتل الميليشيا الحوثية لرئيس المؤتمر صالح وأمينه العام وتصفيات ومجازر بحق قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام. لم يعد هناك أي تمثيل للمؤتمر الشعبي العام، والمسؤولين أو القيادات المتواجدة هناك مسلوبة الإرادة، وهكذا يتعامل معهم العالم، ليس فقط الشرعية، هم لا يمكن أو لا يستطيعوا أن يكونوا أصحاب رأي ضمن أو يمثلون توجهات ومبادئ المؤتمر الشعبي العام، على الأقل التي نادى بها رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح واستشهد من أجلها. كيف يمكن قبول هذا؟ لا يجب أن نتحدث عن قيادات المؤتمر على أنه طارق، مثلا طارق الشامي الذي حذر والذي أظهر سلاليته ودعمه للميليشيا الحوثية ولم يكن له أي موقف
واضح، بل كان داعما وميسرا ومستخدما للمؤتمر الشعبي العام. وضحت النقطة. بما يخص الاجتماعات، اجتماعات قبرص، المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية هو جزء وفاعل في الشرعية، لا يمكن أن يكون له تمثيل خاص وهو مؤيد للحكومة الشرعية، كون الحكومة الشرعية تمثل كل الأحزاب السياسية. يعني هناك تحالف سياسي أعلن مؤخرا، المؤتمر الشعبي العام جزء فاعل، بل هناك رشاد العليمي رئيس للتحالف السياسي المعلن بين الأحزاب السياسية والذي أعلن في سيئون، وليس من المنطقي أن يتم أخذ المؤتمر وحيدا ليكون ممثلا في اجتماعات أخرى بعيدا عن الحكومة الشرعية وهو مؤيد للحكومة. يعني هل هناك، يعني ما هي المشكلة برأيك، العقبة الأساسية أمام إعادة لم وتجميع المؤتمر الذي هو خارج مناطق سيطرة الانقلاب، هل هي فقط مسألة العقوبات على أحمد علي؟ لا أعتقد أنها تمثل عائق كبير، كون أحمد علي لا 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 ليس هناك أي طرح لأن يكون هو رئيس المؤتمر الشعبي العام. في ثانيا، المرشحين لرئاسة المؤتمر الشعبي العام خارج دور الحكومة الشرعية ربما سيكلفوا بمهامهم مؤقتا، كون اختيار رئيس للمؤتمر الشعبي العام يتم في اجتماع موسع لكافة أعضاء اللجنة الدائمة أو في مؤتمر عام للحزب يتم فيه اختيار رئيس المؤتمر. ربما هناك خلافات لبعض القيادات أو تحفظات من قبل القيادة الشرعية أو توجسات ربما كانت سبب في الخلاف، لكن خلال الفترة الماضية تم تجاوز هذه الخلافات، واجتماع جدة كان ربما بداية انفراجة لتفعيل المؤتمر الشعبي العام، كونه أخذ الضوء الأخضر من كل من جميع الأطراف لتفعيل دور المؤتمر الشعبي العام وإعداد رؤية لمستقبل المؤتمر الشعبي العام تحدد علاقته ومستقبله وموقعه ومواقفه ووجوده ومقراته وكل التفاصيل التي تتعلق بالمؤتمر الشعبي العام خلال الفترة المقبلة. يعني ليست هناك مشكلة مع المؤتمر، يعني إذا ما قلنا أن هناك تواجد أو تمثيل قيادات المؤتمر في أبوظبي مثلا مع أي من الأجندات الأخرى التي تريدها الجهات، يعني قيادات المؤتمر المتواجدة في السعودية والقاهرة إلى آخره. عندك تركيز على قيادات المؤتمر الشعبي العام في أبوظبي، لا يوجد هناك قيادات مؤتمر شعبي عام كأمناء عموم فاعلين أو أعضاء لجنة عامة، يعني الهيئة العليا أو أعلى هيئة قيادية في المؤتمر الشعبي العام. أحمد علي عبد الله صالح لا يمتلك أي صفة قيادية في المؤتمر الشعبي العام، وإنما حضوره نتيجة لأنه رجع لعبد الله صالح، وعلي عبد الله صالح ممثل المؤتمر، وكاريزميته وحضوره كان واجهة وعمود فقري للمؤتمر الشعبي العام، ولذلك هناك قواعد مهمة يجب أن تستقطب من خلال أحمد علي عبد الله صالح أو طارق علي أو طارق محمد عبد الله صالح لصلتهم وارتباطهم بالمؤسس، ليس لصفة تنظيمية أو شيء من هذا القبيل، لكن وحدة الأطراف وهم دور ودورهم فاعل ومهم في مسألة يعني إبقاء قواعد المؤتمر الشعبي العام حية مناصرة لمبادئ الجمهورية، لأن الميليشيا الحوثية اليوم في المناطق الخاضعة لسيطرتها تتكئ على قواعد المؤتمر وتستخدمهم، بل أن بعضهم تحوث وأصبح متحوث عقائديا نتيجة طول المرحلة أو نتيجة تركهم فريسة للميليشيا الحوثية. عودة المؤتمر بقوة وحضور قوي في الحكومة الشرعية سيكون أمل لكل هؤلاء الناس من أجل العمل على إبقاء مبادئهم، رفض مبادئ المغريات الحوثية، رفض الاستمرار إلى ما لا نهاية مع الميليشيا الحوثية وتثبيت مشروعها الطائفي. ونؤكد أن هناك شبه توافق، وأنا بحسب ما أعلم أن هناك شبه تأييد من قبل طارق صالح، بل تأييد كامل لأن يتم تفعيل المؤتمر وذكر الوصايا التي ذكرت في بيان جدة، تأكيد أن هناك تواصل وربما تأييد كامل من قبل طارق صالح لإعادة تفعيل دور المؤتمر. بخصوص أحمد علي لم يصدر عنه بيان، لم يصدر عنه موقف حتى اليوم،
يعني يجعلنا يعني نتساءل، او من الصعب ان نحدد موقفه. يعني هو الصمت قد يحسب بالرفض وايضا يحسب بالتواطؤ، لكن دعني هنا اعود الى السيد اللبود. سيد اللبود، يعني فيما يتعلق ب، انت اشرت الى نقطه مهمه وهي مساله التعويل الخارجي، تعويل دول التحالف على المؤتمر الشعبي العام بعد ما يمكن ان يفهم انه عدم توافق مع هذه الدول بينها وبين أحزاب أخرى أو مع السلطة الشرعية. إلى أي مدى ترى أن هذا التعويل سيستمر؟ إلى أي مدى؟ يعني ما هي الأوراق التي لدى المؤتمر بهذا الخصوص؟ المؤتمر الشعبي حزب ولد في السلطة، حزب حاكم منذ تأسيسه، وخلال فترة حكمه الماضية خلال أكثر من 30 عام كانت تربطه علاقات مع كل دول الجوار. هذه علاقات مصالح إلى حد كبير. ارتبط نفوذ أو تواجد أو مصالح الكثير من هذه الدول بوجود المؤتمر الشعبي العام. ونتذكر مثلا على سبيل المثال اتفاقية إدارة ميناء عدن التي كانت مع دبي، كان الطرف الرئيسي فيها في السلطة اليمنية حينها كان المؤتمر الشعبي العام. علاقات السعودية خلال الفترات الماضية مع الدولة اليمنية كانت عبر المؤتمر الشعبي العام. الأطراف الأخرى التي تم تقديمها خلال الأربع سنوات الماضية أو الخمس سنوات الماضية في السلطة الشرعية كلها لها مواقف معينة، أو للدول الجوار مواقف معينة منها، سواء القوى ما نسميها بالقوى اليسارية والقوى اليمينية. دولة مثل السعودية لا يمكن أن تقبل أو تتحفظ جدا على وجود كثير من القوى في السلطة. دولة مثل الإمارات العربية تتحفظ على وجود طرف معين أو أطراف في السلطة، ولكن هذا التحفظات كلها تسقط أمام المؤتمر الشعبي العام، أولا بسبب العلاقات التي قلنا عليها من سابق، ثانيا أنه هذا الحزب لا يمثل أيديولوجية أي ما كانت، ويمثل تقريبا الاتجاه الليبرالي لحد ما، وهو الاتجاه الذي لا يتعارض كثيرا مع هذه السياسات، مع سياسة هذه الدول. طيب هذا على المستوى الخارجي، على المستوى الداخلي ما الذي يحتاجه اليمنيون في هذه اللحظة؟ هل يحتاجون، يعني بالنظر إلى كل ما يحدث في البلاد منذ ما بعد فبراير 2011، إذا افترضنا أن هناك احتياج خارجي لدول الجوار للمؤتمر الشعبي العام، هل يحتاجه اليمنيون؟ هل يحتاجه الشعب اليمني الآن برأيك؟ الشعب اليمني محتاج إلى تعريف تتبناه القوى السياسية، سواء كانت منفردة أو بشكل تكتل أو بشكل تكتلات أو حتى تحالفات فيما بين البين، في تعريف ما معنى أو مفهوم الشراكة الوطنية بالنسبة لهذه الأحزاب. اليوم السبب الرئيسي في خلاف هذه الأحزاب، السبب الرئيسي في حتى وجود تيارات مختلفة داخل الأحزاب نفسها، السبب الرئيسي في انقسام هذه الأحزاب إلى كثير منها، إلى جزء منها يؤيد الانقلاب وجزء يؤيد السلطة الشرعية، السبب الرئيسي في عدم التوافق فيما بين البين هو عدم توصيف السلطة أو شكل السلطة الحاكمة بعد الحرب. نحن بحاجة إلى توصيف وشرح مفصل لمفهوم الشراكة الوطنية لدى كل حزب، هذا سيوفر الكثير من الجهد، وكان الحزب الاشتراكي اليمني قد تبنى جزء من هذا في فترة الحوار الوطني، ونتمنى بالذات منه أن يتبنى صياغة هذه الوثيقة، وثيقة الشراكة الوطنية بشكل واضح. شكرا لك إذن الناشط السياسي سيد خالد اللبود، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن، وكذا الشكر موصول للصحفي السيد رماح الجبري كان معنا عبر الهاتف معنا أيضا في هذه الحلقة. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزملاء في طاقمي العمل الفني والتحريري، في أمان الله.